الرزاوي. أنا شوياهم في رمضان مع إبراهيم فايق حرة مباشرة على الراديو 90-90. رمضان زي ما تحب. حرة مباشرة. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده حلقه ساخنه كالعاده من حره مباشره، وضيفي وضيف حضراتكم نجم منتخبنا الوطني وحرس الحدود والمنضم حديثا لنادي الزمالك كابتن احمد حسن مكي. كابتن احمد اهلا وسهلا بيك وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. اهلا بيك يا ابراهيم وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى الشعب المصري كله، وبتمنى ان شاء الله تكون حلقه كويسه ان شاء الله تسلي الناس في الصيام يعني ان شاء الله. صبرت كتير قوي مع حرس الحدود، عايز ابارك لك في الاول بقاء حرس الحدود في الدوري الممتاز، الف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله بشكر طبعا ربنا والفرقه والاداره. الدوري السنه دي كان صعب جدا، 5 فرق بتتكلم في ربع الدوري هينزلوا، كان الموقف صعب جدا بالنسبه لنا في النهايه كمان، بس الحمد لله ربنا وفقنا وفي اخر حوالي كسبنا حوالي من 6 ماتشات كسبنا 5 ماتشات الحمد لله، فرقوا معانا وكسبنا فرقه كبيره جدا في الدوري زي النادي الاهلي امبي مقاولين بتروجيت، كان كل الماتشات دي ورا بعض الحمد لله، يعني فرق معانا جدا الماتشات ديت. والحمد لله اللعيبه بصراحه عملت مجهود جبار الفتره اللي هي الاخيره، والحمد لله بتمنى طبعا، وده كان كنت انا واخد وعد من الاداره ان انا اسيب الفرقه في الدوري، والحمد لله يعني قدرت ان انا اساعد بشكل كبير ان الفرقه تبقى موجوده في الدوري، والاداره كانت عندي وعدها ان شاء الله ان انا باذن الله في الفتره الجايه ان شاء الله هبقى منتقل لنادي الزمالك ان شاء الله يعني. واحده واحده كده بس وفهمني، احمد حسن مكي طول الوقت اسمه مربوط بالنادي الاهلي، طول الوقت مفاوضات احمد حسن مكي مع النادي الاهلي، ايه اللي حصل ما خلاكش تروح الاهلي؟ والله بص زي ما انت قلت يا ابراهيم، السنين اللي فاتت كلها يعني والاقرب حاجه ال4 سنين اللي فاتوا كان كل بدايه موسم اهلي الكلام ده كله، واه فعلا كان الكلام بيحصل فعلا بجد، لان في ناس بتقول اهلي وبتاع بس ما بيبقاش في حاجه، يعني اعرف لعيبه يقول لك ان الاهلي عايزنا الاهلي عايزه ما بيبقاش في حاجه، لا انا كان في كلام بشكل جدي، وقعدت مع مسؤولين في النادي الاهلي في السنه اللي فاتت اللي انا كنت فيها في ليبيا، كنت بقى نزلت في اخر الموسم وقعدت مع عضو مجلس اداره واتفقنا على كل حاجه، وكانت الامور بنسبه كبيره منتهيه، بس في النهايه ما حصلش توفيق او نصيب ان انا اروح النادي الاهلي. مش هقول بقى بسبب اداره الحرس او بسبب النادي الاهلي، لا يعني الامور ما كانتش بتوصل في الاخر للاتفاق، بس الحمد لله يعني انا راضي وده نصيب والحمد لله يعني الفتره ديت. ومن قريب كمان كان في كلام من النادي الاهلي برضو، حصل اتصال ما بيني وما بين مدير الكره في النادي الاهلي كابتن وائل جمعه، اتكلم معايا وقبل ماتش الافريقي تقريبا وقال لي احنا محتاجينك والكلام ده كله، قلت له يا كابتن ما طبعا ما عنديش مشكله وكده، الكلام مع الاداره لان انا مرتبط بعقد لسه الموسم اللي جاي، حصل كلام وكده، وفي النهايه ده طبعا ما ينفعش طبعا، انت عارف اللاعب يعرض نفسه يعني، حد بيكلمك انا موافق وفي النهايه بيبقى الكلام مع الاداره، لان انت بتبقى لعيب فري يعني مرتبط بعقد مش فري يعني، بس فما حصلش في النهايه نصيب وما حصلش كلام مع الاداره من ناحيه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، اللي حصل كلام من نادي الزمالك بشكل جدي معايا، وبالفعل قعدت مع المستشار مرتضى والراجل بصراحه شاريني جدا ومحتاجني في الفريق، وحسيت ان الراجل شاريني، فطبعا رحبت طبعا بالموضوع، وشرف لي ان انا ابقى موجود في نادي الزمالك في ظل اللعيبه المحترمه اللي موجوده والاداره المحترمه، وحصل كلام ما بيني وما بين لعيبه موجوده في نادي الزمالك. قبل بقى ما تسترسل انا عايز افهمها، انت دلوقتي كنت هتروح النادي الاهلي، دلوقتي انت خلاص بقيت في نادي الزمالك، الف مبروك وجودك في نادي الزمالك الاول. الله يبارك فيك. يعني الانتماء بقى انت منتمي لمين، الاهلي ولا للزمالك، بتحب مين؟ انا طالما موجود في نادي الزمالك او لعيب في نادي الزمالك ما هبقى منتمي اكيد لنادي الزمالك، انا ما عنديش مشكله خالص، انا السنين اللي فاتت كلها الناس عارفه ان انا اهلاوي، في نفس الوقت في ماتشاتنا مع النادي الاهلي كنت على طول ربنا بيوفقني وبجيب جوان في النادي الاهلي، فما عنديش مشكله، انا بنتمي للمكان اللي انا موجود فيه في الوقت دوت وبخلص له لحد عادي ما ينتهي فيه، فموضوع الانتماء دوت انا شايفه بيبقى بتنتمي للمكان اللي انت موجود فيه في الوقت ده،
وده حصل كتير مع لعيبه كتير موجوده في الدوري، بتبقى في النادي الاهلي بيروح الزمالك، في الزمالك بيروح الاهلي وما عندوش مشكله يعني. فانا شايف ان التعصب وموضوع الانتماء ده كله بيبقى بين الجماهير وبعض، بس اللعيب بالنسبه له ده احنا في عصر احتراف، اللعيب اللي بيشوف مصلحته بيشوف الناس اللي متمسكه بيه او المكان اللي هو هيروح هيبقى اضافه ليه بيروحه، فدوت انا بفكر فيه يعني. طيب تعال بقى نتكلم في الزمالك دلوقتي. احمد حسن مكي مهاجم نادي الزمالك، الزمالك في احمد علي، في باسم مرسي، في سيسي، في خالد قمر، انت رقم كام؟ اولا طبعا اللعبة دي كلها محترمة جدا وكلهم صحابي بشكل كبير، بس انا عارف ان في ناس ممكن الاسامي انت قلتها دي هتبقى مش موجودة، من كلام من الإدارة عرفتوا ان في ناس ماشية من اللعبة اللي موجودة، وطبعا وده ما يقللش منهم، اللعبة كبيرة ولعبة محترمة، بس طبعا دي كورة يعني. السنة دي انا موجود في الزمالك، السنة الجاية يعني ده طبيعي في الكورة. في نفس الوقت طبعا الحمد لله الواحد يعني ده طبيعي ان انت تبقى موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك، لازم يبقى في كل مكان في 3 أو 4 لعيبة موجودين، لان انت نادي الزمالك بتشارك في بطولات الدوري، كاس افريقيا، فلازم في كل مكان بيبقى فيه 1 و2 و3، فده طبيعي في بالنسبه لنادي الزمالك. الحمد لله بتمنى ان شاء الله ان انا ابقى اكون اضافه ليهم واكون عند حسن الظن الجمهور والاداره، لان طبعا الحمد لله نادي الزمالك نادي بطولات، الواحد عارف ان هو رايح نادي كبير عليه حمل كبير، ان هو لازم يبقى على طول في التتويجات، في منصات التتويجات وكده. بتمنى ان شاء الله ان اكون اضافه ليهم يعني ان شاء الله. مكملين مع حضراتكم في حرة مباشرة في حوار صريح مع كابتن أحمد حسن مكي نجم منتخبنا الوطني والمنضم حديثا لنادي الزمالك. حرة مباشرة مع إبراهيم فايق على الراديو 99 رمضان زي ما تحب. حرة مباشرة مع إبراهيم فايق على الراديو 99 رمضان زي ما تحب. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مرة تانية ولسه معاكم في حرة مباشرة، حوار ساخن جدا مع أحمد حسن مكي والمنتقل حديثا إلى نادي الزمالك. عايز تعمل إيه مع نادي الزمالك؟ والله طبعا أنا بقول طبعا نادي الزمالك السنة دي بصراحة عاملين طفرة في الكرة المصرية عامة، ما كناش بنشوفها السنين اللي فاتت. مفيش مشاكل إدارية بالنسبة لنادي الزمالك، اللعبة كلها بصراحة كل من أول حارس المرمى لحد المهاجمين في كل مكان في اللي بيلعب كويس والاحتياطي بتاعه كويس، فدي ما كانتش موجودة في نادي الزمالك. بتمنى إن شاء الله إن أنا أكون عند حسن ظن الجمهور وأكون إضافة للعبة الموجودة الكويسة، وطبعا زي ما قلت لك نادي الزمالك نادي بطولات، فأكيد أي بطولة أنت بتلعبها أو ده سواء دوري او افريقيا او كاس انت مطالب ان انت تبقى تاخد البطوله، فبتمنى ان شاء الله ان انا اكون اضافه واحقق معاهم بطولات يعني. دي طبعا انا عندي FCV 4 بطولات، 3 مع فريق حرس الحدود وبطوله مع النادي الاهلي الليبي، خدت بطوله الدوري هناك. بتمنى ان شاء الله ان انا اضيف للCV بتاعي بطولات كتيره، ودي بتبقى فرصه طبعا كبيره، انت لما تبقى في نادي كبير بتبقى فرصتك ان انت تحصل على بطولات بتبقى كبيره يعني. مش خايف على مكانك في منتخب مصر يتاثر بانك تروح نادي الزمالك، ولا انت واثق ان انت هتبقى بتلعب في نادي الزمالك اساسي؟ والله بص ابراهيم الحمد لله يعني انا من 2010 طبعا رحت منتخب مصر مع كابتن حسن شحاته، وكنت موجود في ظل لعيبه كبيره موجوده، ما كنتش يعني كنت ساعات بشارك ساعات لا او كده. الحمد لله الفتره اللي فاتت انا موجود في نادي حرس حدود وبلعب في منتخب مصر، لعبت اخر ماتشين اساسي الحمد لله وسجلت في ماتش، فالحمد لله يعني. ديت خلي بالك تعرف دي بيبقى الموضوع صعب جدا ان انت تبقى في نادي غير اهلي وزمالك تلعب في المنتخب اساسي وتبقى وكده، فانا الحمد لله يعني مركز ان انا هروح نادي الزمالك، بحب ابقى موجود في المكان اللي انا موجود فيه، ما بيبقاش يعني بيبقى ليا دور مهم وده حاجه بالنسبه لي بتبقى اساسيه، ما عنديش مشكله خالص يعني. انا بلعب في منتخب مصر اساسي اكيد ان شاء الله، وانا في الحرس اكيد ان شاء الله لما اروح نادي الزمالك هتبقى الثقه اكبر وهيبقى بالنسبه لي الموضوع ان شاء الله اسهل يعني ان شاء الله. احمد حسن مكي لو كان الاختيار ده من سنه فاتت قبل ما يجي الاستاذ مرتضى منصور يبقى رئيس نادي الزمالك وقبل ما تحصل الطفره ديت قدام الاهلي وقدام الزمالك، كان يختار مين؟ النادي الاهلي. ده انت ما فكرتش؟
بص اقول لك حاجه، انا طبعا انا في نادي حرس حدود بقالي 8-9 سنين، والناس كلها عارفه ان النادي الاهلي السنين اللي فاتت من قبل المستشار مرتضى ما يجي مفيش استقرار في نادي الزمالك، في مشاكل اداريه، مشاكل ماديه، وانا بصراحه ما احبش ان انا اكون موجود في مكان يبقى فيه مشاكل. انت عارف لاعب الكره بيبقى عايز ان هو يبقى المكان اللي موجود فيه في استقرار، في هدوء، مركز في الكره بس. فده اعتقد ان اللي ده اللي اتغير، عشان كده انا قلت لك ان نادي الزمالك لما عرض عليا وحصل الكلام ما فكرش، لان الامور اللي كانت موجوده والمشاكل اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت مش موجوده السنه دي. وانا اتكلمت مع لعيبه اصدقائي من نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، مجرد ما العرض جالي اتكلمت مع معظم اللعيبه في نادي الزمالك لان كلهم صحابي منتخب وكده، وسالت على حاجات كتير يعني ما كنتش انا اعرفها. بصراحه اللعيبه كلها بتتكلم بشكل كويس على نادي الزمالك، مفيش مشاكل سواء ماديه معنويه. بصراحه المستشار مرتضى مش مقصر معاهم في اي حاجه، محدش ليه اي حاجه متاخره في النادي، كل طلباتهم موجوده. وطالما برضو هم بيكسبوا اكيد مش هيبقى ليهم حاجه متاخره يعني، وهم ده اللي بيقولوه يعني. طول ما هم ماشيين اول الدوري ماشيين كويس في البطوله، الناس كلها مساعداهم، الاداره، الجمهور. فاعتقد ان الفتره ديت نادي الزمالك ما يعني اي لاعب يتمنى يبقى موجود في ظل اللعيبه اللي موجوده والاداره اللي موجوده. مضيت قد ايه في نادي الزمالك؟ 3 سنين. ناوي تعمل ايه من الزمالك، او عايز تجيب بطوله ايه مع نادي الزمالك تحديدا؟ والله بص، هو رقم واحد طبعا بطوله الدوري، طبعا بتبقى مهمه جدا في مصر. بطوله افريقيا طبعا ان شاء الله لو الزمالك خد الدوري، طبعا السنه الجايه هيلعب دوري الابطال، هتبقى طبعا بطوله كبيره طبعا الواحد بيتمنى ان هو يحققها، لان انا زي ما قلت لك يعني دوري الابطال ديت بطوله كبيره جدا. انا حققت كاس مصر، حققت كاس السوبر مع فريق الحرس، حققت كاس دوري مع النادي الاهلي الليبي. اتمنى ان شاء الله ان انا احقق بطوله افريقيا مع نادي الزمالك ان شاء الله. كابتن احمد حسن مكي، بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك مره تانية على انضمامك لنادي الزمالك. انت لعيب مهم ولعيب كبير سواء في منتخبنا الوطني او في اي نادي من الانديه اللي انت بتبقى موجود فيها. كل تمنياتي ليك بالتوفيق ورمضان كريم. الله اكرم. طبعا بشكرك ابراهيم، وبتمنى ان شاء الله ان اكون ضيف خفيف عليك وعلى المستمعين ان شاء الله. فرز أول هنعيش وياهم في رمضان مع إبراهيم فايق، حرة مباشرة على الراديو 90-90. رمضان زي ما تحب.